الشغل من الساعة 6 للساعة 11، 5 دنانير. والله ما بتوفي، بس شو بدنا نعمل يعني؟ المثل بقول العب بالمقزقز حتى يجي الطيار، صح ولا لا؟ يعني نضغط على أنفسنا، 5 أحسن من ما في. اليوم اللي بشتغل فيه ممكن أقدر أجيب خبزاتي معجاجة وأكلها، اليوم اللي بنام فيه ما بقدرش. في ستات تشتغل أكثر من الرجال، لكن سعرها عشانها ست خلص يوميتها ليرة ليرتين ليرة على الساعة، تمشي معها، شايف؟ بتقبل يعني، مجبورة، شايف؟ الرجل ما يقبلش، الرجل ما يقبل، شايف؟ لأنه 5 ليرات لابد يجيب لك 2 دخان منهن، يظلوا ليرتين ونص، ليرتين ونص ما يكملنش على عيلة 4 50 فار. في منه استغلال، بالمزارع استغلال، انه انا افضل يعني المفروض كنت متساوي يعني، ما دام هاي تشتغل تعب تزرع والرجل يعرف يزرع، المفروض يكون اجارهم ومتوحد يعني. مشاكل المزارعات كثرت يعني، صار نعاني من مشاكل كثير يعني المزارعات، عرفت كيف؟ فعلى هذا الاساس احنا يعني لازم تكون في نقابه يعني تحميهم، فلجأنا لو نعمل يعني نظام داخلي حتى يكون هناك لهم نقابه يعني عشان ضمان اجتماعي يلتجئن له. يعني عرفت كيف؟ إذا كانت في مشكلة يعني في ضمان يحميهن، يعني زي كبر السن اللي تكبر بالعمر يعني وين هيدا تروح؟ آخر شيء بدي أقولها خلص تجيش أنت شوفي منك فايدة. في عنصرية بين الرجل والمرأة، الرجل يعطوه غير عن المرأة، كون الرجل مع الرغم أن المرأة منتجة أكثر من الرجل. طموحنا وطرحنا على مجلس النواب والجهات التشريعية تعديل على القانون بحيث يكون هناك عقوبات على من لا ينصف بالأجور أو يفرق بالأجور بين الذكور والإناث أو بين أردني وغير أردني أو لأي سبب من أسباب التفريق. هذا طموحنا أن يكون هناك نص تشريعي، ولكن حتى الآن هو غير موجود. نعمل بأدوات أخرى وهي أدوات التشجيع والتحفيز على أن يكون هناك مساواة.